أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ وَحَرَامٌ على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين أنتم لها واردون صدق الله العظيم.